دبوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي 4. معك في كل مكان. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان اهميتها الاستراتيجية. انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا. قرية لطيفة الهواء، عذبة المياه، وفي أهلها الصلاحة ومحاسن الملاحة. هكذا وصف الشيخ الصوفي والشاعر عبد الغني النابلسي مدينة جباليا الفلسطينية في سبعينيات القرن التاسع عشر. تلك القرية الواقعة في الشمال الشرقي لقطاع غزة، أطلق عليها الرومان جبلايا باللغة السريانية في أواخر القرن الرابع الميلادي. أخذت جباليا شهرتها من المخيم الذي يحمل نفس اسمها، ويمثل فلسطين مصغرة بقاطنيه القادمين من مدن عدة بعدما اضطروا إلى تركها بعد حرب عام 1948. يعد المخيم من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان على مستوى العالم، يعيشون ظروفا معيشية شديدة الصعوبة. ومع ذلك اشتهر المخيم بأنه أحد مراكز المقاومة، وشكل مصدر قلق دائم للمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. جباليا أيضا هي نقطة تفجر انتفاضة الحجارة التي فجرها الفلسطينيون في وجه الاحتلال الإسرائيلي. ظلت 7 سنوات، من عام 1987 إلى 1993، كانت شوكة في حلق المحتل رغم بساطة سلاحها. يعد جباليا أقرب مخيم إلى معبر إرز أو بيت حانون، المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى إسرائيل، ما جعله هدفا دائما لآلة القنص الإسرائيلية. في عام 2004 وقعت مجزرة عرفت باسم عملية أيام الندم. سقط خلال 17 يوما أكثر من 100 شهيد، وشرد المئات. في عام 2005 استهدفت إسرائيل عرضا عسكريا نظمته حركة المقاومة الإسلامية حماس في مخيم جباليا ب4 صواريخ، فسقط 19 شخصا على الأقل، وأصيب نحو 80 آخرين. أما في عام 2014 فقد قصفت إسرائيل مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، فأودت بحياة 16 شخصا. ويبدو أن سكان المخيم ما زالوا يتصدرون قائمة الشهداء دائما بعد القصف العنيف الذي تعرض له انتقاما من عملية طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، خاصة وأنه الأقرب إلى مستوطنة سديروت الإسرائيلية التي كانت صيدا سهلا في هذه العملية التي شنتها كتائب القسام. وصلت قمة إجرام آلة الحرب الإسرائيلية في 31 أكتوبر 2023،
لقد ألقت قوات الاحتلال مرة واحدة 6 قنابل تزن الواحدة منها نحو طن كامل من المتفجرات في وسط المخيم، معلنة ارتقاء مئات الشهداء في لحظات. وما زال مسلسل الانتقام الدامي مستمرا. أنا لا أنساك فلسطين، ويشد يشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر شوك، أنا الورد. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل للأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. النيل للأخبار nile.eg، معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات، على التردد التالي: قناة النيل للأخبار. دولة حريصة جدا جدا على هي تحسن من حياة الناس. الميكانة والكهرباء اللي بتتعمل في الخطوط ورفع كفاءة الشبكة، الهدف منها أمان وتنمية. في كل مجال وفي أي مكان لازم عينيك هتشوف اللي يسر قلبك ويطمنك على بكرة لبلدك. صناعة وزراعة، طرق ومحاور، مدن ومباني وامتداد عمراني كأنها بلد اتضافت لبلد، وكتير وكتير ما نقدرش لا نحصر ولا نعد. الإنجاز اللي حصل في مجال النقل والمواصلات قرب من كونه حقيقي إعجاز. في وقت قصير وفلوس كتير وصلت ل2000 مليار جنيه، اتنقلت مصر نقلة تانية. اتحولت من جراج كبير مفتوح إلى انسيابية وبراح وسرعة انتقال الكل عليها شاهد. طرق وكباري بقت شرايين أمل وحياة، أنفاق ومحاور نيلية ربطت الشرق بالغرب وقربت البعيد بجودة وسرعة وخدمات وأمان. واشهد يا زمان، اتطورت شبكة السكة الحديد، والأول مرة يكون في مصر قطار كهربائي ومونوريل وقطار فائق السرعة، وسائل نقل سريعة وراقية ومحترمة. عندنا هدف إن قطاع السكة الحديد كقطاع نقل يساهم في حركة ونقل الإنسان. بنعمل رفع كفاءة المحطات، مفيش عربية قديمة، مفيش جرار قديم، السكة كلها تم رفع كفاءتها بأمكن. ثم ندافع إلى بقى التطوير عشان اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل دولة ان شاء الله جديدة. يعني منظومة نقل بحري ومواني على مستوى عالمي، مطارات في عدد من المحافظات زي كل دول العالم اللي بتحترم شعبها. اللي حصل في النقل والمواصلات ما كانش ابدا رفاهية اختيار، ده كان قرار اتأخرت فيه البلد سنين وسنين، لكنه اتعمل وبشكل يحكي عنه كل العالم. علشان يكون نواة وأساس لكل حلم وفكرة ومشروع يحط مصر في مكانها اللي تستاهله. وبالصورة هنقول لك هي كانت فين وبقت إزاي. إنها مصر.
شكري ونظيرته الألمانية يرفضان بشكل تام الإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني بغزة على التهجير. بلينكن يؤكد خلال مباحثاته في إسرائيل ضرورة العمل على إقامة دولة فلسطينية. حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي ردا على اغتيال العروري والطويل. الرابعة بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية على الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة. ومن جانبها حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة. العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في قطاع غزة بالإضافة إلى العديد من الملفات والموضوعات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، كان لقاء وزير الخارجية سامح شكري بنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية. مباحثتنا اليوم سواء كانت الثنائية أو الموسعة ركزت حول الأوضاع في غزة، استمرار الأعمال العسكرية، الآثار الإنسانية المدمرة وعدد الضحايا من المدنيين، موضوع المساعدات الإنسانية ونفذها إلى القطاع، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والضفة الغربية والعمل على استعادة الآفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين. إن ألمانيا ومصر متوافقين على أن لا يمكن التوصل إلى السلام إلا من خلال حل الدولتين، حتى وإن كان هذا الهدف صعب المنال، ولكن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى هذا الهدف. وزير الخارجية شدد على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان القطاع. تأكيد أنه المعاناة الإنسانية ل 2,300,000 فلسطيني، عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف، من قتل للمدنيين بلغت 23,000، تلتينهم من الأطفال والنساء، أمر يتعدى أي مراعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر، حيث تتسع رقعة هذا الصراع، لا نريد أن يحدث ذلك. وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية، العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وأيضا العديد من الأبرياء حتى هذا اليوم ما زال موجودين في الأنفاق القاتمة التي تتحكم فيها حماس. من جانبها ثمنت الوزيرة الألمانية الجهود المصرية لإدخال المساعدات لقطاع غزة، مؤكدة أنها ترفض التهجير للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
ضمن سلسلة اللقاءات والمباحثات والاتصالات المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لاحتواء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جاء لقاء الوزير شكري مع نظيرته الألمانية ليؤكد من جديد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويعيد التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات، بما يفتح المجال سياسيا لدعم جهود التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين. من أمام المقر الجديد لوزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أمل صبري، النيل للأخبار. وللمزيد من الرأي والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل تركي، خبير العلاقات الدولية. تحية لك دكتور. ويعني في البداية، تعد ألمانيا تقليديا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل، الآن تدعو إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. ما هو الجديد برأيك الذي تحمله وزيرة الخارجية الألمانية، والأسباب وراء تغير موقفها؟ تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. زي ما استنا في التحرير، زي ما حضرتك ذكرتي فعلا انه الحكومه الالمانيه تاريخيا ذنب لدى القاده من حدث للاسرائيليين او اليهود تحديدا في قصر، يعني يشعروا بالذنب طوال الوقت، وكانت احد اهم الداعمين والمحافظين على امن اسرائيل وقدرتها على العيش بالسلام. وده اللي كان الموقف المتبني من المانيا عقب احداث 7 اكتوبر، عمليه طوفان الاقصى اللي قامت بها قوات حماس. ولكن يعني اللي حصل انه كانت هناك جهود مضنيه من الدوله المصريه من خلال وزاره الخارجيه، من خلال اللقاءات الرسميه على مستوى القمه، وتم الاطلاع على الرؤيه المصريه بالكامل، وان ما تقوم به إسرائيل تعدى كل يعني نطاق حق الدفاع عن النفس والتدمير الكامل الذي يتم لقطاع غزة، وقتل المدنيين بعشرات الآلاف والمصابين ليس من ضمن قواعد القانون الدولي، قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبالتالي كانت المسائل لها علاقة بمراجعة حقيقية ضمن يعني مجهودات ضخمة بذلتها الدولة المصرية للتوصل في النهاية، حتى أن ألمانيا في بداية الأمر منعت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وبمجهودات المجموعة العربية والسفراء العرب تم يعني السماح لمظاهرات مؤيدة للحقوق الفلسطينية. وعلى مدار الفترة كانت هناك حتى زيارة المجموعة العربية الوزارية المنبثقة عن يعني القمة العربية الإسلامية المشتركة، واللي يعني حصل مراجعة حقيقية في الموقف الألماني، لأن إسرائيل تعدت كل يعني حدود الرد وحدود الدفاع عن النفس بقتل عشرات الآلاف من المدنيين العزل الأبرياء. وبالتالي يعني وضعت ألمانيا مسؤولياتها أمام أنها أكبر داعم لتمويل الأونروا في قطاع غزة، وتريد أن توفر حياة يعني آمنة للمدنيين ومساعدتهم على العيش بسلام ضمن يعني مفتاح الاستقرار والأمن في المنطقة، واللي بتتبناه الدولة المصرية وهو إقامة الدولة الفلسطينية. نعم دكتور إسماعيل، يعني وزيرة الخارجية الألمانية أكدت رفض بلادها بشكل واضح فكرة تهجير الفلسطينيين، وهو أيضا الأمر الذي وضحته مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كيف ترى هذا التوافق من ضغط، من خطوة للأمام لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية على المدنيين في المقام الأول داخل أراضي في قطاع غزة؟ دكتور إسماعيل، أكرر على حضرتك السؤال، أن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت رفض بلادها لأي تهجير للفلسطينيين، وهو أيضا نفس الموقف المصري منذ البداية. كيف ترى أن يكون هذا ضغط أو خطوة للأمام لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
كتيرة اللي هي على الموقف الألماني منذ بداية الأحداث، وده ناتج عن المجهودات الكبيرة اللي بذلتها الدولة المصرية مع المجموعة العربية، وإنه ألمانيا بالطبع يعني التي تتحمل العبء الأكبر في تمويل يعني المنظمات الأممية في قطاع غزة لتوفير سبل حياة آمنة، وتعلم ما قامت به إسرائيل من كل جرائم الحرب والإبادة يعني مكتملة الأركان لا تتوافق تماما مع قيم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وإن كانت ألمانيا يعني ترفض ما حدث لليهود وما تم لهم في الماضي على يد النازية، فهي بالطبع ترفض أن يتم تكرار السيناريو على يد اليهود أنفسهم في إسرائيل، وبالتالي هي قدمت يعني رؤيتها وحدثت المراجعة الحقيقية لأن يعني تتبنى الرؤية المصرية الأكثر عدالة في هذه المسألة والقابلة للحل والمنطق، وهي أن مصر رفضت يعني مسألة التهجير الفلسطينيين، رفضت احتلال القطاع من القوات الإسرائيلية، ودعت تماما لوقف إطلاق النار، ويعني أهم ما دعت إليها الدولة المصرية هو أن مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والذي يحفظ أمن إسرائيل حتى هو المساعدة في إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو لشعب فلسطيني قابل للحياة بسلام بحدود إسرائيل. نعم، شكرك جزيل الشكر على هذا الشرح والتوضيح. شكرا للدكتور إسماعيل تركي خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف. وتبذل مصر كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة عبر ميناء رفح البري، وتحرص الدولة المصرية على استمرار فتح معبر رفح جنبا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج. نعم، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها سكان قطاع غزة على نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء في فلسطين. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته جنوب قطاع غزة، حيث توغلت آليات الاحتلال بكثافة في مدينة خان يونس ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23210 شهداء وأكثر من 59000 مصاب.
يوما بعد يوم يتزايد التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ومعه ترتفع حصيلة الشهداء والجرحى جراء هذا العدوان الغاشم وسط صمت دولي غير مبرر. عشرات الفلسطينيين استشهدوا جراء قصف عنيف على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى استشهاد أكثر من 23,000 فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع الساحلي الصغير وتشريد معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أوجد أزمة إنسانية متفاقمة. الاستهداف الإسرائيلي لم يقتصر على السكان فقط، بل امتد للأطقم الطبية والصحفيين والعاملين في المنظمات الدولية. وفي هذا الإطار سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الرابع، مشيرة إلى أنها باتت مذبحة للصحفيين المشاركين في تغطية الأحداث. وذكرت الصحيفة أنه وفقا لإحصاء لجنة حماية الصحفيين استشهد ما لا يقل عن 79 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وقدرت السلطات الفلسطينية المحلية هذا العدد بأكثر من 100، وفي كلتا الحالتين يعد هذا أكبر عدد من الضحايا الصحفيين في منطقة للنزاع منذ سنوات، وهو ما يتجاوز عدد القتلى من الصحافة العاملة في أوكرانيا على مدى العامين الماضيين. من جانبها أدانت الأمم المتحدة استهداف الصحفيين مكررة الدعوة لاحترام أصحاب المهنة حتى يتمكنوا من القيام بعملهم بشكل حر وآمن. طب يلا نهقرا وخلاص. ارتفع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 9 خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه من ضباط وجنود إلى نحو 520 منذ 7 أكتوبر الماضي. في السياق ذاته ذكرت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 9,000 جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب على القطاع. تساؤلات عدة يثيرها ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة منتصف أكتوبر الماضي، إذا ما قورن بعدد نظرائهم في حروب سابقة. عدد قتلى جيش الاحتلال تجاوز 500 منذ بدء العدوان، بينهم أكثر من 180 منذ بدء الهجوم البري، فضلا عن أكثر من 1000 جريح. إسرائيل أقرت مؤخرا بمقتل 11 من ضباطها وجنودها في هجومين منفصلين في غزة خلال 24 ساعة الماضية، فضلا عن العديد من الإصابات فيما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها الخسارة الأقصى منذ بداية الحرب. في السياق ذاته ذكرت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال أن 9,000 جندي تلقوا علاجا نفسيا منذ بداية الحرب على القطاع، مبينة أن ربع الجنود الذين تلقوا العلاج لم يعودوا إلى القتال في غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن ما وصفه بالمرحلة الثالثة من الحرب ستشهد خفضا لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستكون أطول من المرحلتين السابقتين. وفيما يقول البعض إن التصعيد الجاري أثبت أن المقاومة الفلسطينية باتت تمتلك إمكانات كبيرة سواء بشرية أو عسكرية، وصف آخرون خطط التراجع الإسرائيلية بمحاولة لحفظ ماء الوجه في مواجهة مقاومة شرسة ضمن حرب شوارع في كل أجزاء القطاع. ويرى مراقبون أن إسرائيل باتت في مأزق كبير في ظل عدم تمكنها من تنفيذ ما تعهدت به في بداية التصعيد بشأن القضاء على حماس وإعادة المحتجزين، خاصة في ظل استمرار قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ التي تصل إلى تل أبيب. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للزعماء الإسرائيليين إن الفرصة لا تزال سانحة للاندماج وكسب قبول الدول العربية المجاورة إذا مهدوا الطريق لإقامة دولة فلسطينية. والتقى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب، كما التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتوغ ووزير الخارجية إسرائيل كاتس، وذلك في إطار مباحثاته بشأن منع توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة.
في مسعى للحيلولة دون تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي، تأتي جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرابعة في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي. بلينكين اجتمع مع مسؤولين إسرائيليين لبحث ما يوصف بالمرحلة الثالثة من الحرب ومصير قطاع غزة في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال أن قتاله حركة حماس سيستمر طوال العام. وتأتي الزيارة في ظل مؤشرات واضحة على رفض الجانب الإسرائيلي لكل الضغوط التي تمارسها واشنطن من أجل وضع نهاية للعدوان الغاشم الذي يضرب عرض الحائط بكل قواعد القوانين الإنسانية والدولية. وكانت الولايات المتحدة قد أبدت تأييدا مطلقا للجانب الإسرائيلي منذ بداية العدوان على القطاع المحاصر منذ 17 عاما، والذي شددت إسرائيل من حصاره ليشمل كل لوازم الحياة. لكن يبدو أن تعنت الحكومة الإسرائيلية الرافضة لكل مقترحات واشنطن لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب وإقامة دولة فلسطينية تضم قطاع غزة والضفة الغربية أثار غضب البيت الأبيض. وتوجه بلينكين إلى تل أبيب بعد محادثات ضمن جولة إقليمية بدأها من تركيا وشملت أيضا اليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية لمحاولة رسم طريق للخروج من الفصل الأكثر دموية على الإطلاق في الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وبالرغم من حالة الترقب حول نجاح الجانب الأمريكي في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، إلا أن كافة المؤشرات تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات فعلية على الأرض لمنع توسيع الصراع الإقليمي. أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة اليوم أن النظام الصحي في القطاع ينهار بوتيرة سريعة للغاية. وأعرب المسؤول بالصحة العالمية عن خشيته من انهيار المستشفيات بوسط وجنوب قطاع غزة كما حدث في الشمال، كما أعرب المسؤول عن أسفه الشديد لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز 66 عاملا في القطاع الصحي بغزة. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة بالقرب من مكان تشييع القيادي في حزب الله وسام الطويل. وفي الوقت نفسه أعلن حزب الله اليوم أنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي ردا على اغتيال القياديين في الحزب صالح العروري ووسام الطويل. في استمرار للتوتر والمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وبعد الضربة الموجعة التي طالت حزب الله، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق الغندورية بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان بصاروخ موجه. مصادر لبنانية أفادت باستشهاد 3 من أعضاء حزب الله بغارة جيش الاحتلال التي استهدفت سيارتهم. حزب الله اللبناني أعلن في المقابل استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد بعدد من المسيرات، ردا على اغتيال القيادي وسام الطويل ونائب رئيس المجلس السياسي لحركة حماس صالح العروري. جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره وعلى غير عادته اعترف بهجوم حزب الله وقال إنه لم تقع إصابات نتيجة للهجوم، بينما لحقت أضرار طفيفة بمبنى مجاور. وأضاف جيش الاحتلال أن عدة صواريخ وقذائف أطلقت أيضا من لبنان على مستوطنتي المالكية ويفتع على الحدود. وأسفرت المواجهات المتبادلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن استشهاد نحو 180 لبنانية. وزادت عمليات الاغتيال الأخيرة من الجانب الإسرائيلي على الجنوب اللبناني من القلق الدولي حيال توسع عملية الصراع وتحوله إقليمية جراء الصراع الدائر في قطاع غزة والذي دخل شهره الرابع.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لإسرائيل، مشيرا إلى التزام بلاده بالقرارات الدولية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكرو بالعاصمة بيروت، حيث جدد ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، مشددا على أن ما يحدث في غزة غير مقبول. من جانبه دعا لاكرو كل الأطراف إلى التهدئة ودعم الجيش في جنوب لبنان واستمرار التعاون بينه وبين اليونيفيل بشكل وثيق. وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس، كما أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من 20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونظام توزيعها الجغرافي والمناقشات ذات الصلة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. نظمت جامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم قافلة شاملة إلى حلايب وشلاتين، ويأتي ذلك في إطار التعاون مع برنامج حياة كريمة الذي يهدف لمساندة ودعم القرى الفقيرة والمجتمعات والمناطق العشوائية وتقديم المساعدات المادية والعلاجية والمستلزمات الطبية. من أجل حياة كريمة وللتخفيف عن كاهل المواطن بالمجتمعات والقرى الأكثر احتياجا، نظمت جامعة الأزهر مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قافلة تنموية شاملة تتجه إلى حلايب وشلاتين. الجامعة تخدم المجتمع الذي تحيط به. جامعة الأزهر الآن 92 كلية، فيها 500,000 طالب، فيها ما يقرب من 30,000 طالب وافد من أكثر من 140 دولة على مستوى العالم، تؤدي دورها في خدمة الوطن بهذه القوافل التي تخرج منها إلى محافظات كثيرة في مصر، منها هذه القافلة التي تخرج إلى حلايب وشلاتين. احنا لنا دور سنوي تجاه أهل حلايب وشلاتين، وهذا الدور لم ينقطع والحمد لله مستمرين تقريبا في كل عام، يا اما بنسافر في ديسمبر او بنسافر في يناير، وبيكون اسبوع حافل من تقديم خدمات ومن لقاء الاسر اللي هي تعودت على وجود جامعة الازهر. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للاسر المستهدفة في حلايب وشلاتين يعد هدفا اساسيا لهذه الشراكة المجتمعية بين الازهر ومبادرة حياة كريمة. بعد القوافل التنموية اللي بتقوم بها الجامعة جزء من ادوارها الثلاثة التدريس والبحث العلمي في خدمة المجتمع، في ناس كتير بتقدر تجينا تاخد الخدمة من الجامعة من هنا، لكن في مدن وقرى حدودية لا تستطيع أن تحصل على الخدمة، وبالتالي نحن ننتقل إليها. الأسبوع اللي فات كنا في العريش، كنا في غزة، إن شاء الله الأسبوع اللي احنا داخلين فيه ده رايحين بإذن الله الآن إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد. في قافلة طبية كبيرة جدا من جامعة الأزهر ومن كلية طب الأزهر رايحة إلى أهلنا العزاز في جزء غالي من أجزاء مصر الحبيبة في حلايب وشلاتين، وده مش بعيد خالص عن الدور اللي بتقوم به الكلية والجامعة. في نفس الوقت عندنا في بروتوكولات تعاون كبيرة مع مستشفيات سيناء. الأزهر كجامعة عريقة يسهم في دعم مبادرة حياة كريمة بكافة الأشكال الطبية والعلاجية والغذائية والمعنوية. إيماناً من جامعة الأزهر بدورها المجتمعي، أقيم هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن قافلة تنموية شاملة لحلايب وشلاتين في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين جامعة الأزهر ومبادرة حياة كريمة. من مقر جامعة الأزهر، نشوى صالح، النيل للأخبار. نشرتنا متواصلة معكم مشاهدينا الكرام، وفيها بعد أخبار الاقتصاد.
تعيين جابرييل أتال ليصبح أصغر رئيس للوزراء في فرنسا. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. قناة النيل الأخبار على nile.eg، الخبر والمعلومة بالصوت والصورة. النيل الأخبار nile.eg معك في كل مكان. عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي. قناة النيل الأخبار. والآن إلى وقفتنا في بانوراما الرابعة إلى أخبار المال والأعمال. نتعرف على أخبار الاقتصاد ونتحول إلى الزميل هاني فرج. إليك هاني. شكرا للزميلين شهاب شعلان وسارة الشناوي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. وهذه الجولة الاقتصادية والتي نبدأها بهذا العنوان: ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بدعم من مشتريات الأجانب، والسوق تربح 19 مليار جنيه. أهلا بكم من جديد. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بعد إغلاقها اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والمستثمرين الأجانب الأفراد. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ينهي التعاملات عند مستوى 1,770,000,000,000 جنيه، وذلك وسط تعاملات كلية بلغت 80.4 مليار جنيه. هذا وقد ارتفع أيضا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 97%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 83%. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة العمل لتنشيط قطاع السياحة، وذلك بتكثيف العمل في المشروعات السياحية وتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص، لا سيما في ظل توفير التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية. وتناول وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها الحركة السياحية 2023 وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ومسؤولي وزارة الطيران المدني. وأشار مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقا لتوجهات الدولة المصرية لزيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي. واستعرض وزير الطيران المدني إجراءات مشروع استغلال المنطقة الاستثمارية من المطار، لافتا إلى أن إجمالية مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تقدر بنحو 4.18 مليون متر مربع يمكن بالفعل استغلالها على 3 مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية ومنطقة
أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق وناد رياضي. كشفت وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2030 عن استهداف زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين بنحو 27 مليون مواطن. وأوضحت الوثيقة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز مستهدفات الحماية الاجتماعية، والتي تتمثل في تعزيز العمل على الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعي بما لا يقل عن 10% سنويا خلال الفترة المقبلة. افتتح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد فعاليات الدورة العاشرة من معرض إيجي بلاست ومعرض بلاستيكس، وذلك بمركز مصر للمعارض والذي يقام لمدة 4 أيام. قال وزير الصناعة إن المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، حيث يحظى بمشاركة واسعة بإجمالي 360 شركة عارضة على 12 دولة. كما قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نموا ملموسا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021-2022، منها 300 مليون دولار كصادرات مصرية. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع، حيث أشار الوزير إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وباكستان تضمنت بالفعل البترول والغاز والقطن والبلاستيك. ختام هذه الوقفة الاقتصادية وعودة مرة أخرى إلى الزميلين في الاستوديو. شكرا لك. شكرا لك هند. أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارا بتعيين وزير التربية الوطنية جابرييل أتال رئيسا للوزراء خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالتها وكلفه بتشكيل الحكومة. وبهذا التعيين يصبح أتال البالغ من العمر 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا. إلى بث حياة جديدة في ولايته الثانية، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارا بتعيين وزير التربية الوطنية جابرييل أتال رئيسا للوزراء ليصبح بذلك أصغر رئيس للحكومة في تاريخ فرنسا. تعيين أتال الذي يبلغ من العمر 34 عاما جاء خلفا لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن عقب تقديم استقالتها بعد 20 شهرا على توليها منصب رئيس الوزراء، حيث نجحت في تمرير قوانين صعبة مثل تعديل أنظمة التقاعد الذي أثار استياء كبيرة. وسيكون شعار ولاية رئيس الحكومة المقبل إعادة التسلح التي دعا إليها ماكرون في رسالته للعام الجديد، وأيضا إعادة تسلح صناعي واقتصادي وأوروبي ومدني، لا سيما حول مشروع إصلاح النظام المدرسي الذي كان يتولاه جابرييل أتال. ويعتبر أتال من الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين منذ تعيينه قبل 6 أشهر تقريبا في وزارة التربية الوطنية، وستكون مهمته إعطاء دفع جديد لولاية ماكرون الثانية الممتدة على 5 سنوات. وجابرييل أتال هو سياسي فرنسي وأصبح عضوا في الحزب الاشتراكي في عام 2006، وتم تعيينه وزيرا للتربية الوطنية في يوليو الماضي، وأصدر عدة قرارات في بداية العام الدراسي من بينها حظر ارتداء العباءات في المدارس الحكومية. وقبل 3 سنوات من انتهاء ولايته يبحث ماكرون عن زخم جديد ويواجه وضعا حساسا في مواجهة صعود اليمين القومي وفي غياب غالبية مطلقة مؤيدة له في الجمعية الوطنية. ويرى البعض أن اختيار أتال يمكن أن يجسد استراتيجية جريئة جدا قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في يونيو، ويرجح فوز اليمين المتطرف في فرنسا فيها.
بينما ترى المعارضة أن تعيينه لن يؤدي بالضرورة إلى أي تحول سياسي كبير، لكنها تشير إلى رغبة ماكرو في محاولة تجاوز إصلاحات التقاعد والهجرة التي لم تحظ بشعبية العام الماضي، وتحسين فرص حزبه الوسطي في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها بعد أخبار الرياضة: توزيع جوائز المسابقة الثقافية التي تنظمها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في دورتها 19. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان اهميتها الاستراتيجية. انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها، ومحدش هيقدر ياخدها مننا. أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أن الهدف الأساسي الذي تسعى له وزارة الثقافة هو التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني لبناء الإنسان المصري إنسانيا وثقافيا. جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية التي تنظمها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في دورتها 19. أعمال أدبية متميزة رشحت للفوز في الدورة 19 للمسابقة الثقافية التي تنظمها إحدى مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الاجتماعية، والتي تم خلالها تكريم 15 فائزا من كبار وشباب الكتاب والأدباء عن أعمالهم التي تم اختيارها من بين 1202 عملا أدبيا. أود أن أشير في البداية إلى الدعم الاستثنائي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنون والثقافة والفنانين المبدعين في شتى مجالات الفنون والأدب، كما أود أن أستغل هذه الفرصة كي ألقي الضوء على دور العمل الأهلي والتنموي في المجال الثقافي. الجائزة دي بتحتفي بالأدب والثقافة في جميع أنواعها، من قصص الأطفال، سيناريو سينما، نص مسرحي، كبار الأدباء، شباب الأدباء في الرواية وفي القصص القصيرة. كل سنة يمكن بيبقى فيه إضافة للجائزة. إحنا السنة دي سعداء إن إحنا زودنا قيمة الجوائز. أكبر جائزة عندنا هي لكبار الأدباء، وهي بقيمة 200,000 جنيه. إجمالي قيم الجوائز السنة دي 2,000,000 جنيه، ولكن الأهم إن إحنا بيتقدم لنا كل سنة أكتر من 1,200 عمل، وفي تزايد سنة عن سنة، وبيتم اختيار الفائزين من خلال 7 لجان تحكيم مستقلين تماما. جائزة نزيهة وبتدي اللي بيكسبوا أحسن ناس مقدمين فعلا، واللي بيكسب الجائزة دي شغله بيتمثل في السينما وبيتمثل على المسرح وبيتعرف في كل حتة في مصر. تأتي جائزة المسابقة الثقافية للأعمال الأدبية لدعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها من خلال تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة. السيناريو شيء مهم جدا في حياتنا الفنية بالنسبة للسينما، فمهم جدا يبقى في مجال زي ده الناس تتقدم بعملها وتاخد عليها، تحصل عليها على جوائز. حتى لو ما حصلوش على جوائز بيلاقي على الأقل تقدير من أنه قدر يقدم عمل وبقى في قبول. جائزة مهمة جدا لأنها جائزة للكتابة، والكتابة بالنسبة لنا إحنا هي الأساس، يعني عشان أعمل عمل مسرحي مستوى عالي أو مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي، الأساس الكتابة. إنشاء جائزة الإبداع الأدبي من قبل إحدى مؤسسات المجتمع يؤكد دور المجتمع المدني في المساهمة بتنمية المجتمع والارتقاء به. محمد حلمي، أني للأخبار. ختام بانوراما الرابعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأبرز عناوينها.
شكري ونظيرته الألمانية يرفضان بشكل تام الإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني بغزة على التهجير. بلينكن يؤكد خلال مباحثاته في إسرائيل ضرورة العمل على إقامة دولة فلسطينية. حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي رداً على اغتيال العروري والطويل. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا، قدمناها لكم من قناة النيل للأخبار. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، ودائما المزيد عبر موقع الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم.